مشاهدينا، بعد أكثر من 26 أسبوع حافل بالفعاليات والأنشطة المختلفة، قارب إكسبو دبي 2020 على الانتهاء، ليسدل الستار عن نجاح منقطع النظير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم هذا المعرض العالمي الكبير. كان لجناح دولة الكويت في إكسبو دبي 2020 مشاركة فعالة بعد أن استقطب زوار من كافة الجنسيات المختلفة في المعرض العالمي. لنتابع. باقتراب العد التنازلي لإسدال الستار على فعاليات المعرض الأكبر على الإطلاق الذي يقام في العالم العربي والمنطقة إكسبو 2020 دبي، وكسر عدد الزوار حاجز 20 مليون زائر، يستمر جناح دولة الكويت في معرض إكسبو باستقبال أعداد كبيرة من الزوار ومن مختلف الجنسيات. والله انطباعي عن الجناح ما عليه أي كلام صراحة. أنا زرت معظم الأجنحة اللي موجودة هنا، وطبعا الأجنحة الخليجية عليها طبع خاص، فموفقين إن شاء الله في الجرافيك اللي موجود والديزاين اللي موجود، صراحة شيء عجيب وإن شاء الله للأمام. أتعرف على الدول وأشوف الدول ومن أهمها الكويت. ومع تصنيفه من ضمن الأجنحة العشرة الأجمل في إكسبو، يحظى جناح الكويت بإعجاب الزوار لتنوع أروقته وعكسها لعراقة وتاريخ ومستقبل الكويت، وخاصة مع تعدد الفعاليات والأنشطة التي يقدمها الجناح على مدار أشهر المعرض الستة. الكويت في إكسبو 2020 10/10، وأكثر شيء عجبني في جناح الكويت أن أسبوعيا عندهم فعالية، أسبوعيا يبون هيئات، أسبوعيا هيئات ووزارات ودوائر حكومية الكويتية، يعني كان شيء متنوع، أسبوعيا مختلف شيء ثاني. هذا أكثر شيء عجبني في جناح الكويت، وأتمنى لكم كل التوفيق. والله جناح مميز صراحة، أميز عن باقي الجناحات من ناحية التنظيم، الاستقبال، حفاوة الاستقبال. استأنسنا يعني كالشباب والمناظر الجميلة اللي داخل. وقد تمكن إكسبو 2020 دبي من التعامل بمرونة منقطعة النظير مع التحديات غير المسبوقة، وتنظيم تجارب مميزة واستثنائية تجمع الثقافة والتعليم والترفيه، فضلا عن اجتماع 192 دولة في مكان واحد لاستعراض أفضل ما لديها في كافة المجالات. لتلفزيون دولة الكويت، سالي الأسعد، معرض إكسبو 2020 دبي.